لا، رئاسة الكنيسة اجتمعت ظهر هذا اليوم وقررت قبول هذا الطلب لطرحه على جدول أعمال كنيسة يوم الأربعاء، وهذا كان متوقع لأن هذا النائب الليكودي الهامشي هو عضو في الائتلاف، وهذه أهمية هذا الاقتراح أو هذه خطورته. في اعتقادي أن هذا تمادي خطير لأنه لا يطال تيار فقط أو مجموعة يعتقدون أنها متطرفة أو تساند الإرهاب وما إلى ذلك من هذا الكلام. هذا تعرض للهيئة العليا لجماهيرنا العربية الفلسطينية في الداخل، بمعنى هذا تجريم للعمل السياسي لكل المجتمع العربي. أنتم بتعرفوا لجنة المتابعة فيها كل الأحزاب، فيها كل رؤساء السلطات المحلية، فيها كل أعضاء الكنيسة، لذلك هذا أمر في غاية الخطورة. وأعتقد أنه نحن جاهزون للرد على مثل هذا الأمر. أولا نحن طبعا لن نغير مواقفنا ولن نغير نشاطاتنا ولن نغير وجهنا وملامحنا. طيب السؤال قبل أن أسألك، ماذا أنتم فاعلون إذا تقدم هذا المقترح أكثر وأكثر؟ لماذا برأيك تحديدا ذكر في رسالته، ونحن نتحدث عن عضو الكنيسة من الليكود هليفي، عميد هليفي، لماذا ذكر تحديدا المظاهرة في عرابة؟ لأنها كانت آخر شيء عمل، لكن أنت يجب أن تذكر أنه هذا مسلسل التحريض على لجنة المتابعة مستمر منذ عدة سنين. هنالك معاهد تابعة لليمين تنشر تقريرا وبحثا كاملا تتعاقب فيه كل نشاطات لجنة المتابعة، مثلا دورها في هبات الكرامة. هنالك تقارير لوسائل الإعلام اليمينية زي إسرائيل هيوم أو ماكور ريشون اللي نشروا تقارير تحريضية واسعة وكبيرة، لكن آخر ما كان هو مظاهرة عرابة اللي كانت ردا على العدوان الإسرائيلي على غزة، وهم يستعملوا هذا الموضوع ليحرضوا على لجنة المتابعة، وكأننا مفروض أن نردد مقولات وأقوال ومواقف المؤسسة الإسرائيلية والجيش الإسرائيلي. هذا الأمر لم يحدث ولن يحدث. نعم، أنت تقول بأنهم يتحدثون عن لجنة المتابعة، يستهدفون لجنة المتابعة، ولكن أنت تتفق مع أنه في بعض التقارير ومنها نشر في الصحافة العبرية تم تحديدا ذكر اسم الشيخ رائد صلاح واسمك شخصيا. واضح طبعا هم بحاجة إلى أن يذكروا عينيا أسماء هنا هناك. ذكروا كمان اسم رئيس بلدية عرابة بالإضافة إلى الشيخ رائد وإلي. لذلك القضية هي ليست قضية شخصية وليست قضية مسميات، القضية هي أن هذا عمليا تجريم للعمل السياسي، وهذا تمادي على الهيئة التمثيلية العليا للمجتمع العربي في البلاد. نعم، السؤال ماذا أنتم فاعلون إذا تم اتخاذ هذا القرار يعني وتبنيه من الكنيسة؟ هل أنتم ستلجؤون إلى المحكمة العليا؟ ما هي الإجراءات؟ هذه أولا هذا الآن بحث في البرلمان، هذا مش قرار ولا قانون. نعم، بدهم يبحثوا نحن سنرد على هذا البحث، لكن نحن جاهزون، المنتدى الحقوقي في لجنة المتابعة جاهز للتصدي لذلك قانونيا وقضائيا، نحن جاهزون أيضا على المستوى الدولي، نحن جاهزون أيضا على المستوى الشعبي، وعملنا سيجري بانتظام. يعني مش انه الان سنقف وننتظر ماذا سيقول، لا، احنا يوم الاحد عندنا قافلة سيارات من الشمال ومن الجنوب نحو القدس ردا على موضوع العنف واستشراس العنف والجريمة، ونحن ندعو كل ابناء شعبنا للمشاركة في هذه القافلة لنعبر عن موقفنا الذي يتطلع إلى الحياة ويرفض هذا المشهد الدموي الذي يعيشه يوميا. نعم، سأسألك عن قضية المسيرة إلى القدس، مسيرة السيارات، ولكن الآن أسألك في الموضوع الذي نحن في صدده بخصوص قضية الحظر. هل طلب الحظر يجعلك قلق أكثر على سقف الحريات للمواطنين العرب، خاصة أنه في الأسابيع الأخيرة نرى ونلاحظ اعتداءات على خلفية عنصرية، جرى ما جرى في الجرمك وغيرها من أماكن؟ شوف، الحياة في هذه البلاد دائما كانت مخلوطة بكثير من العنصرية، وصدرة الأرض عنصرية، وهدم البيوت عنصرية، وتدني وضع جهاز التعليم العربي عنصرية، لكن هنالك شعور بالانفلات، أو هنالك انفلات من خلال شعور أن هنالك من
يغطي في الحكومة هذا الانفلات؟ على يعني هنالك مجموعات تجوب الشوارع على طريقة المجموعات النازية الجديدة، نيونازية الموجودة في أوروبا، الذين يتعرضون للأجانب ويتعرضون للمهاجرين. هنا بالضبط هنالك مجموعات تستهدف شباب عرب هنا وهناك، ورأينا حارس من سجور، ورأينا حارس من بير المكسور جرى الاعتداء عليهما، وأيضا مواطنين كانوا في 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 غابة أو في يعني يتنزهون مع عائلاتهم. لذلك هنالك ارتفاع في منسوب العنصرية بدون أدنى شك. لذلك هذا يسبب قلق شامل علينا، مش بس على قضية الحديث عن حظر لجنة المتابعة وإخراجها خارج القانون، إنما كل الجو معبق بعنصرية خطيرة. طيب الآن أسألك عن الجرح النازف في المجتمع العربي، جرائم القتل بلا توقف، مبادرات إبراهيم تقول العدد مع الجريمة التي وقعت الليلة الماضية في وادي سلام ارتفعت عدد القتلى إلى 78، رقم يعني لا يصدق. طبعا هذا رقم هائل. طبعا احنا يعني لا نعد الذين يسقطون برصاص الشرطة وبرصاص ما يسمى قوات الأمن. هذا عمل عدواني، مش جريمة، هذا جريمة دولة وعمل عدواني من قبل الدولة. لكن وأيضا لا نعد الضحايا في القدس المحتلة، لكن الأرقام مخيفة، الأرقام مخيفة. ونحن كل يوم تقريبا ننهض من ليومنا الجديد على جريمة جديدة وعلى دم جديد. لذلك نحن وضعنا برنامج يستمر حتى الشهر القادم، يتخلله المسيرة قافلة السيارات يوم الأحد، بعد ذلك خيمة اعتصام لثلاثة أيام في القدس من أجل تجنيد الرأي العام العربي والعبري والأجنبي لرؤية أن هذه القضية هي قضية سياسية، بمعنى أن الدولة متواطئة مع الإجرام، وإلا كلنا مقتنعون أن الدولة تستطيع اجتثاث هذه الظاهرة. بعد خيمة الاعتصام نحن بصدد تنظيم مظاهرة كبرى تحتاج إلى الكثير من الاستعداد، أن يكون بها أعداد كبيرة وغير مسبوقة إن شاء الله. بخصوص مسيرة السيارات، كما فهمت منك ستكون يوم الأحد، ويوم الأحد عائلة ديار عمري تخطط لمظاهرة أمام المحكمة في الناصرة، هل من الممكن أن يعني أن يتم تغيير من طرفكم أو من طرفهم لتوحيد لا ما هو ممكن كمان ممكن ناس تكون هون وناس تكون هون، لكن احنا كنا يوم امبارح كنا في محكمة القاتل المجرم اللي قتل ديار عمري، وجرى تمديد اعتقاله ليوم الأحد القادم. بدون أدنى شك التواجد في المكانين هو مهم، لأنه يوم الأحد احنا اخترناه لأنه في أيضا جلسة حكومة، ونريد أيضا أن نقول أمام هذه الحكومة أن هنالك صرخة للشعب يريد أن يعيش، وعلى الدولة أن تقوم بواجبها وليس أن تتواطأ مع عصابات الإجرام. نعم، سؤالي الأخير، إلى أي مدى تعول أن يشارك الجمهور العربي بكل الفعاليات اللي ذكرتها، وأنت بتلاحظ معنا بأن هناك صمت، يعني شبه صمت في الشارع العربي، هناك من يفسر بأنه خوف من يقومون بأعمال الإجرام، ما رأيك؟ شوف يا شحادي، احنا بنحكي واضح، هنالك غضب وألم شديد، هناك غضب شديد، يجب تحويل هذا الغضب من غضب مكبوت في القلوب وفي الأنفس إلى غضب يتحول إلى فعل سياسي. ولذلك أمس في جنازة المرحوم محمد إبراهيم زعرورة في كفر مندا، أنا دعوت الشباب الذي كان باكيا صارخا غاضبا أن يحول هذا الغضب إلى فعل سياسي. ولذلك نحن علينا أن نعمل كل من موقعه من أجل أن تكون هذه القافلة قافلة كبيرة، بحيث يشعر فيها كل مواطن في البلاد عندما تسير في شارع ستة بكميات هائلة، بأعداد هائلة من السيارات، شارع ستة من الشمال وشارع ستة من الجنوب، فهذا بالضرورة يشعر كل شخص في البلاد بأن هنالك صرخة وهنالك ألم حقيقي، وعلى الدولة أن تقوم بواجبها. شكرا جزيلا لك محمد بركي، رئيس لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية. شكرا.